الأخيرة من حملتها أوبو. النهاردة نستعرض مع بعضينا أوبو فايند إن الفولدبول الجديد وسعره اللي بيساوي سعر الفلاج شيب مش أعلى منه زي ما عملت سامسونج في الفولدبول بتاعها الزد 3 الأخير، بل بالعكس كمان بيتفوق على الزد 3 السامسونج في إمكانيات كتيرة جدا. ابقوا معنا نستعرض مع بعضينا أوبو فايند إن فولدبول الجديد، ابقوا معنا. ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. النهارده هنستعرض اعجاز والاختراع الجديد الفولدبل بتاع شركه اوبو اللي عملته بتقنيه عاليه جدا، وزي ما هي قالت قاعده تشتغل عليه حوالي 4 سنين، الا وهو تليفون الجديد اوبو فايند ان الجديد الفولدبل. التليفون اللي معانا الجديد ليه مميزات رائعة جدا، بيتميز بشكله، بيتميز بالتقنية اللي جاية معاه، وبيتميز بالشاشة الرائعة سواء الداخلية أو الخارجية أو الكاميرات بتاعته أو الشحن. قبل ما نستعرض مع بعضينا التليفون اللي معانا أوبو فايند إن، مش هنسى أفكركم زي كل مرة يا رب تعملولنا السبسكرايب. محتاج 1000 سبسكرايب عشان نفعل القناة، اللايك والشير في كل مكان والكومنتس، وهنرد عليك على طول. يلا بينا نبدأ في استعراض والغوص في أعماق التليفون الجميل اللي معانا أوبو فايند إن الجديد، ابقوا معنا. فايند إن الجديد الفولدبل اللي معانا بيجي بأبعاد في حالة الانفولدبل أو الانفولدد 132.6 في 140.2 في 8 ملم، وفي حالة ان هو يبقى فولد بيبقى ابعاده 132.6 في 73 في 15.9. وبنسبة الفولد او الانفولد، التقنية اللي مستخدمة اللي هما بيسموها الووتر دروب الهنش الجديد اللي بيمنع وجود حز في المنتصف لما تيجي تفتح الموبايل نفسه، من التقنيات اللي قاعدة تشتغل عليه اوبو لمدة 4 سنين لغاية لما احسنته فعلا. وفعلا انت زي ما بتشوف في الصور او بتشوف الفيديو اللي قدامنا، لما بتيجي بتفتح فعلا التليفون ما بتلاقيش الحز اللي في النص اللي زي اللي موجود في سامسونج الفولد زد 3، وده بالتالي بيدي نعومة وإحساس ان فعلا الشاشة هي قطعة واحدة تماما مش متنية او فيها بعض المشاكل اللي موجودة فيها. غير كده الشاشة نفسها اللي معمولة باخر اسبكت ريشيو 7 تقريبا ل9، مخلية التليفون او الفولد نفسه عبارة عن قطعة مربعة، بحيث ان انت تقدر سواء انت قفلته تقدر تشيله في جيبك بسهوله جدا، مش كبير قوي، مش متضخم، وفي نفس الوقت لما تيجي تفتح بتفتح على طول، مش محتاج تلف التليفون عشان تشوف الفيديو او تشوف الصور زي ما بيحصل في السامسونج الفولد الزد 3 الجديد بتاع سامسونج. وده بيخلي التليفون اداؤه حتى مع المستخدم اداء سلس وجميل جدا وما فيهوش اي مشاكل خالص، سواء وانت بتشتغل وهو انفولد او ان انت فتحته وخليته فولد، فما فيش مشاكل خالص ان انت تشوف الفيديو سواء على الشاشه الخارجيه او لما تيجي تفتح على طول من غير ما تقلب التليفون تشوفه في الشاشه الداخليه. وده زي ما هو واضح قدامنا في الفيديوهات اللي قدامنا والصور اللي قدامنا. وزن التليفون بيجي ب 275 جرام. طبقه الحمايه سواء من الاماميه او الخلفيه من نوع الجوريلا جلاس فيكتس، الفريم اللي حواليه بيبقى فريم من نوع الالومنيوم، والطبقه الخلفيه بتاعته متدرجه عامله زي الفايند اكس 3 اللي احنا عارفينه او الجديد بتاعنا. التليفون مجهز ان هو يركب له شريحتين، ودي حاجه جميله جدا. التليفون نفسه الشاشه من الداخل مصممه عن طريق بعض التقنيات الجديدة اللي قاعدة تشتغل عليها، يعني من جوه التليفون او المساحة الداخلية بتاعت التليفون هي 7.1، دي معمولة بتقنية LTPO AMOLED بتردد 120 هرتز مدعمة HDR 10+، بتوصل نتس فيها من 500 نتس الى 800 نتس، وبتوصل في بعض الاحيان ل 1000 نتس حسب قوة الريزوليوشن الشاشة اللي انت بتشوفها ساعتها للفيديو او الصور بتاعتها. مساحة الشاشة 7 زي ما احنا قلنا فاصلة 1 انش، بقوة استحواذ 87.3.
اما بالنسبه للشاشه الخارجيه اللي هي في حاله الانفولد دي من نوع الاموليد مغطاه بالكورنينج جوريلا جلاس فيكتس، المساحه بتاعتها 5.49 انش والريزوليوشن بتاعتها 988 في 1972 بكسل. اما الشاشه الداخليه فريزوليوشن قوه الريزوليوشن بتاعتها بتوصل لي من 1792 في 1920 بتوصل ل 370 بي بي اي. التليفون حتى الان اللي اعلنوا عنه هو هيجي باندرويد 11 كلر او اس 12 ومدعم بالبروسيسور بتاعه هيبقى كوالكوم سناب دراجون 3.8 5 جي اللي معتمديه بتاعته 5 نانومتر، واحنا زي ما احنا عارفين ان البروسيسور ده اوكتا كور او 8 النواه، الكاستم كور الرئيسي بتاعه 2.84 جيجا هرتز بمسمى كيريو 680، والثلاثه المتوسطين او الميدل بتاعته هيبقوا بقوه 2.42 جيجا هرتز مسمى كيريو 600 برضو و80، اما الاربعه الاخرين بقوه 1.80 جيجا هرتز وبرضو المسمى بتاعته كيريو 680. الجي بي يو او وحده الرسوميات من نوع الادرينو 660 ومعروف عنه بقوته ودعمه جامد جدا للصور وللفيديوهات اللي بتبقى على التليفون. التليفون هيجي ما بيركبلوش كروت ميموري، ولكن الذاكره بتاعته هيجي من نوعين من الذاكره 256 و512، والرامات بتاعته هتيجي 8 جيجا بايت رام مع ال 256 ومع ال 512 هيجي 12 جيجا بايت رام. نوع الذاكره هتبقى من نوع اللي هو اليو اف اس 3.1. التليفون ده بيجي بخمس كاميرات، 3 كاميرات خلفيه وكاميرتين سيلفي وهشرحها لكم دلوقتي. بالنسبة للتلات كاميرات الخلفية بتيجي الكاميرا الرئيسية اللي هي الوايد أو العريضة بقوة 50 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.8، ودي طبعا مدعمة طبعا بالـ PDEF والـ OIS والـ Auto Focus. الكاميرا الألترا وايد بتيجي بقوة 16 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2، أما الكاميرا التليفوتو فبتيجي بـ 13 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4 ومدعمة 2X Optical Zoom و PDEF. الفلاش اللي موجود في الظهر ده دول LED فلاش بيدعم الـ HDR والبانوراما. نيجي بالنسبة للسيلفي، في اتنين سيلفي، سيلفي في لما تفتح التليفون او تفتح الفولد نفسه يبقى فولدبل، وده بيجي بقوة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4 ودي عريضة وبتدعم الـ HDR والبانوراما، والفتحة اللي بتبقى في لما بتقفله بقى في الشاشة الخارجية وده برضو بيبقى بقوة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.4 ودي برضو بتبقى زي ما انا قلت كده عريضة. بتدعم الكاميرا ديت التصوير فيديو لغايه 1080 بكسل 30 فريم بير سكند. بالنسبه للفيديو للثلاث كاميرات بيدعموا لغايه 4K بقوه فريمات 30 و60 فريم بير سكند. بالنسبه للاود سبيكر بيجي طبعا استيريو، بالنسبه للجاك اللي هو 3.5 مش مدعم ان هو يجي له جاك او يبقى يركب فيه يعني جاك. بالنسبه لديفايسز الكوميونيكيشن اللي موجود عندنا بيدعم الواي فاي باخر احداثياته، بيدعم البلوتوث 5.2، بدعم الجي بي اس، بدعم تراي باند، وبالنسبه للان اف سي موجود ان اف سي الراديو ما فيش راديو. بالنسبه لليو اس بي، اليو اس بي بتاعته اللي هي التايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، الفينجر برينت او البصمه بتبقى جانبيه مش في الشاشه وبدعم جميع المستشعرات الموجوده. نيجي بالنسبه للبطاريه، والبطاريه بتتفوق على بتاعت سامسونج 4500 ملي امبير. الشحن السريع بتاعها 33 واط 55% في 30 دقيقة و100% في 70 دقيقة. الفاست وايرلس تشارجنج بيدعم الشحن السريع الوايرلس 15 واط والريفرس او الشحن العكسي 10 واط. هيجي منه ثلاث الوان البلاك والوايت والبيربل، وانا طبعا بفضل البلاك. نيجي بالنسبة لسعره بقى، وده المفاجأة جامدة جدا انه سعره 1650 دولار، ده بالنسبه للكبير، اما للصغير اللي هو الرامات 8 رامات 1200 دولار. بتكلموا يا جماعه في تليفون تقريبا هيوصل سعره النسخه الاولانيه بتاعته لحوالي 18 او 20000، في سبيل ان عندي تليفون زي سامسونج اللي هو زد 3 فولدبل او الفولد هيوصل بيوصل سعره ل 35000 و 32000 جنيه. طبعا الفرق في السعر
عالي جدا مع الامكانيات اللي لو انت جيت قارنتها بتليفون السامسونج هتلاقي ان بيتفوق التليفون ده الا في حاجه واحده بس، موضوع القلم اللي بتستخدمه سامسونج عشان تقدر ان انت تشتغل عليه كانه بالظبط زي النوت. عشان ما اطولش عليكم الحلقه، يا رب يكون المعلومات اللي انا شرحتها لكم تكون مفيده ووجيزه في نفس الوقت. مش هنسى افكركم طبعا، ما تنسوناش في اللايك والشير في كل مكان، السبسكرايب مهم جدا، الكومنتس وهنرد عليكم في ساعتها. شكرا جدا، اسفين على الاطاله، وسلام عليكم.